بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس 21 في الاقتصاد الكلي تحت عنوان ليس تقليدي. هذا العنوان ليس تقليدي، هو العوامل المؤثرة بمقبولية وقوة العملة لدولة ما. هذا يختلف طبعا، سأبين ذلك بعد قليل، عن سعر صرف العملة. وعلى بركة الله نبدأ. العوامل المؤثرة بقوة العملة، في البداية لابد أن نميز بين سعر صرف عملة ما وقوة العملة ذاتها. موضوع قوة العملة لا يتعلق بسعر صرفها، فقد نقول ما هو سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني على سبيل المثال. لكن السؤال البسيط الذي عادة ما يطرحه عامة الناس هو مثلا، لماذا يقبل عامة الناس وخاصتهم على الدولار الأمريكي مثلا، ولا يقبلون بالاندفاع والثقة ذاتها على عملة زيمبابوي؟ أو ممكن نقبل على الدولار أو الجنيه، الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي أو الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني واليورو، لكننا لا نقبل على الدينار الأردني أو على الجنيه المصري. هذا السؤال يطرحه عامة الناس وخاصتهم، وهنا الآن إن شاء الله في هذا المقطع سأبين لماذا. لهذا السبب تختلف العوامل المؤثرة في قوة العملة عن العوامل المؤثرة في سعر صرفها. سعر صرف العملة يعود إلى أسباب اقتصادية بحتة، أولها الطلب على العملة ذاتها والعرض منها، وسعر الفائدة على وحدة النقد، يعني كأن نقول سعر الفائدة على الدينار مقابل الدولار مقابل الجنيه الاسترليني وهكذا، وحالة الاقتصاد الذي يتعامل بالعملة تحت الدراسة، كأن نقول الجنيه المصري هو وحدة التبادل والحساب ووحدة مستودع القيمة بالنسبة للمتعاملين في الاقتصاد المصري. فإذا هنا تختلف سعر صرف العملة، يعود إلى أسباب اقتصادية، أولها الطلب على العملة والعرض منها، وسعر الفائدة على وحدة النقد الذي نتحدث عنه، وحالة الاقتصاد الذي يتعامل بالعملة تحت الدراسة. أما العوامل المؤثرة بقوة العملة فهي متعددة ومتداخلة بين ما هو اقتصادي وما هو قانوني وسياسي ونفسي. نذكر أهمها كما يأتي، لكن لابد من التأكيد بأن ظهور كل عامل في الترتيب أدناه لا يعني أهمية العامل حسب الترتيب. يعني بمعنى آخر، أنه العامل رقم 5 لا يعني ترتيبه والله أنه أهميته الخامسة، ربما يكون رقم 1 أو متأخر في أهميته بتأثيره على قوة العملة، لكن هذا ما خطر على بالي أنا كاقتصادي أتحدث عن قوة العملة. فكل عامل يحمل من الأهمية ما يجعله مؤثرا بشكل مباشر وغير مباشر في قوة العملة. أول عامل خطر ببالي، وهو عامل طبعا اتفق عليه الاقتصاديون وكل هذه العوامل اتفق عليه الاقتصاديون، قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة. فعلى سبيل المثال اقتصاد الولايات المتحدة الآن اقتصاد عظيم جدا، انتاجه بعدة تريليونات، كأن نقول 20 تريليون دولار، قاعدته الانتاجية متنوعة من أقل الأشياء التي يحتاجها الإنسان إلى أعظمها، من الإبرة حتى الصاروخ، الكمبيوتر، الحاسوب طبعا، أجهزة كمبيوتر العظيمة سوبر كمبيوتر، أجهزة الهاتف، أقمار صناعية، وربما نحتاج إلى برغي. فالاقتصاد الأمريكي قوي لدرجة كبيرة جدا، ينافس معظم اقتصادات العالم إن لم يكن كل اقتصادات العالم ينافسها. فقوة اقتصاد الدولة المصدر للعملة من حيث تنوع القاعدة الإنتاجية وغزارة الإنتاج يؤثر إيجابيا. هي رقم أو الإشارة الموجب بأن يعني تؤدي إلى قوة العملة ومقبوليتها على المستوى العالمي. العامل الثاني القوة السياسية والعسكرية للدولة المصدرة للعملة. فمثلا دولة ضعيفة مثل اليمن أو الأردن أو ليبيا أو مصر، طبعا عندما نتحدث الآن عن قوة الاقتصاد فهي قوة حقيقية متنوعة. سنأتي على بعض الاقتصادات التي ليس لديها إلا يعني سلعة واحدة، كأن نقول والله النفط هنا
سنتحدث عن المرض الهولندي بعد قليل إن شاء الله، ونتحدث لماذا قوة العملة لها قوية لكن لأنها مرتبطة بعملة أخرى هي الدولار أو جنيه وهكذا. فثانيا القوة السياسية والعسكرية للدولة المصدرة للعملة، فمثلا الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لها لكل هذه الكيانات قوة عسكرية وسياسية تحمي العملة المصدرة من قبلها وتجعلها مقبولة على المستوى العالمي. العامل الثالث الانفتاح الاقتصادي openness of the economy للدولة المصدرة للعملة، أي مدى تشابك مدى اقتصاد هذه الدولة التي أصدرت العملة مع الاقتصادات الأخرى. هاي كلما كان الانفتاح الاقتصادي، يعني كان الولايات المتحدة منفتحة اقتصاديا على معظم دول العالم، تصدر لها وتستورد منها، ويعني أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع معظم الدول، وأبرمت اتفاقيات يعني وحدة جمركية، أو على سبيل المثال اتفاقيات تقلل من الرسوم الجمركية. ما يعني الآن انفتاح هذا الاقتصاد للدولة المصدر العملة ومدى تشابكها مع اقتصاد أخرى يؤدي إلى مقبولية الدولار الأمريكي مقابل عملات أخرى لم تتمكن دولها من أن تبرم هذه الاتفاقيات ولم تقم بالانفتاح الاقتصادي المطلوب. رابعا حجم الصادرات export volume للدولة المصدرة للعملة وتنوعها والأهمية النسبية للصادرات من الناتج المحلي للدولة. هذا كل ما كان حجم الصادرات كبير وتنوع قاعدة الصادرات يؤدي إلى زيادة قوة العملة ومقبوليتها على المستوى العالمي. خامسا حجم الاستثمارات الخارجية external investment التي تقوم بها شركات الدولة المصدرة للعملة، يعني كان نقول الشركات العابرة للقارات معظمها أمريكية أو أوروبية، وحجم القروض لهلون بوليوم والمساعدات الممنوحة للدول الأخرى من قبل الدولة المصدر العملة. هذا يؤدي إلى زيادة مقبولية العملة وقوتها على المستوى العالمي. سادسا كمية المعادن النفيسة precious metals التي تملكها الدولة المصدرة للعملة أو تملكها مؤسسات مختلفة، كلما زادت كمية المعادن النفيسة لديها زادت مقبولية العملة، لأنه الآن نفسيا هناك اعتقاد بين كل يعني من يتعامل بالعملات على أنه العملة إلى حد ما محمية بقاعدة من العملة من المعادن النفيسة. الدولار مثلا كان يقال الذهب أو الفضة، لكن على الرغم من أنهم حرروا كافة العملات، الآن العملات يطلق عليها اسم فايت ماني لأنها قوية بموجب القانون وقوة الاقتصاد الذي أصدرت منه هذه العملة. لكن هناك عامل نفسي أنه كلما زادت كمية المعادن النفيسة precious metal التي تمتلكها الدولة تزداد قوة عملتها من حيث المقبولية على المستوى العالمي. سابعا معدل التضخم inflation rate داخل اقتصاد الدولة المصدرة، عندما ترتفع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض مقبولية العملة المصدرة. هنا علاقة عكسية، كل العوامل ذكرتها إلى حد الآن أخذت إشارة موجبة بمعنى آخر أثرها إيجابي، لكن هذا العامل هو معدل التضخم أخذ إشارة سالبة. ثامنا الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كذلك داخل الدولة المصدرة للعملة، كل ما كانت الدولة مستقرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تعطي يعني هذا قوة للعملة التي تصدرها ومقبولية أكثر على المستوى العالمي. تاسعا صعوبة تزوير العملة المصدرة، الآن يعني في بعض الدول تصنع عملتها من أردى أنواع الأوراق وقابل للتزوير بسهولة، هناك دول تضع كثير من القيود يعني تصدرها بشكل قوي جدا غير قابل للتزوير إلا بصعوبة يعني بالغة. ما يعني أنه كلما زادت صعوبة تزوير العملة المصدرة زادت مقبوليتها على المستوى العالمي. عاشرا كمية العملة المصدرة نسبة للإنتاج، كلما والله زادت كمية العملة هي تؤدي إلى ما يسمى money inflation يعني تضخم في الأسعار، وبالتالي إشارة سالبة هنا، فيجب أن تكون العملة المصدرة نادرة. هذا طبعا يقودنا إلى مثلا اقتصاد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي من الدول القليلة على مستوى العالم التي
مطابعها تشتغل على مدار الساعة بطباعة النقود، لكن لأنه اقتصادها عظيم كبير جدا وإنتاجها غزير وتشابكها مع الاقتصاد العالمي، إلى هذه اللحظة لم يشعر العالم بثقل كمية العملة المصدرة من قبل حكومة الولايات المتحدة. 11 أسعار الفائدة على وحدة النقد من العملة. كلما ارتفعت أسعار الفائدة هنا يعني وضعت إشارة تعجب، واحدة حمراء واحدة سوداء، حتى ألفت انتباه المطلع على أنه ارتفاع أسعار الفائدة على وحدة العملة أو وحدة النقد من عملة ما يؤدي إلى زيادة التضخم من خلال انخفاض الاستثمارات. يعني عندما صحيح أنه والله زيادة الفائدة تؤدي انخفاض الاستثمارات وبالتالي يؤدي إلى ديفليشن، لكن بشكل ما لأنه سعر من الأسعار السائدة في سوق النقود ما يعني أنه ثمن الاستثمار أو كلفة الاستثمار ترتفع، هنا المنتجون يقوموا بإزاحة هذه الكلف على المستهلكين أو المستخدمين النهائيين للسلع، ما يعني أنه التضخم هنا طبعا يؤدي إلى يعني انخفاض مقبولية وحدات العملة، لكن بذات الوقت يؤدي إلى جذب من يتاجر بالعملة من الأجانب، وهنا بالتالي طبعا الأثر الصافي لا يعلمه إلا الله، لكن أسعار الفائدة لها اتجاه إيجابي واتجاه سلبي. 12 الطلب على وحدات النقد، الديماند على وحدات النقد من العملة المصدرة وعرض سبلاي العملة المصدرة. هنا كل ما زاد الطلب طبعا والعرض طبعا بتقاطعوا فيؤدي إلى زيادة مقبولية وقوة العملة المصدرة. 13 قابلية تحويل العملة convertibility، إذا في عندي هناك بعض العملات لبعض الاقتصادات غير قابلة للتحويل لأسباب الله أعلم شو هي، لكن يؤدي إلى إذا إن لم تكن قابلة للتحويل يؤدي إلى انخفاض مقبوليتها، فبالتالي كلما زادت قابلية تحويل العملة إلى عملات أخرى زادت مقبوليتها. وإذا ارتبطت العملة على سبيل المثال هنا بيد، لما نتحدث احنا مثلا عن الدينار الأردني هو مرتبط مع الدولار، فكلما ارتفع الدولار على المستوى العالمي ارتفعت قيمة الدينار يعني بأسعار الصرف الآن، وكلما انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل عملات أخرى انخفض سعر صرف الدينار. ما يعني الآن قوة العملة المحلية كالدينار الأردني مرتبطة بقوة عملة الدولار، شريطة أنه طبعا هنا يكون عند البنك المركزي الأردني مخزون من الاحتياطيات، بعتذر عن خطأ طبعي، هون مخزون من العملات القوية الأخرى، كأن نقول البنك المركزي الأردني يعني عنده احتياطي من العملات الصعبة كالدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني، بعطيها قوة بالحالة هاي طبعا، والقيود المفروضة الاكسشينج كنترول على العملة. هذه العوامل 13 عاملا أو مؤثرا أو محددا لقوة ومقبولية العملة على المستوى العالمي تتداخل مع بعضها البعض، منها اقتصادي منها نفسي منها سياسي منها اجتماعي إلى حد ما، لكن هي العوامل التي تحدث عنها الاقتصاديون عبر 100 عام الماضية. وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة إلى أحبتنا جميعا من متابعين سواء كانوا طلبة اقتصاد أو من المهتمين بالسؤال ما الذي يجعل عملة مقبولة وعملة غير مقبولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.